بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجنا العهد الجديد او المسيحيه والالحاد والفكر المعاصر. المسيحيه والالحاد والفكر المعاصر. النهارده هنبتدي الحلقه رقم 6 في موضوعنا، والحلقة هتركز على كيف نظر الفلاسفة عن وجود الحياة. يعني ايه وجهة نظر الفلاسفة من ناحية وجود الحياة؟ احنا في الحلقات اللي فاتت عملنا مقدمة سريعة عن نظرة داروين، لكن بعد كده هنخش فيها بالتفصيل التفاصيل. وبقية الحلقات تكلمنا فيها عن الخلق في الكتاب المقدس، وشفنا انه لا يتعارض مع العلم على الاطلاق. ومع هذا هنفرد له حلقات تانية، مرة تانية، بطريقة تانية وباسلوب تاني وبفكر علماء ربطوا بين العلم وبين الكتاب المقدس. النهاردة هنشوف ايه وجهة نظر العلماء، للأسف الفلاسفة والمفكرين. الفلاسفة والمفكرين عبر التاريخ بيشتغلوا بالعقل والمنطق، اللي هو بيقول واحد واحد يساوي اثنين، اثنين واثنين يساوي اربعة، اربعة في اربعة بستاشر. هو ده المنطق، مفهوش بقى ايه، ما اقدرش اقول واحد في واحد بعشرين، واحد في واحد بواحد، واحد في اثنين باثنين، مفهوش بقى الواحد في اثنين باربعة. لا، المنطق معناه انه بيقدم حقيقة مطلقة حسب مفهوم صاحب المنطق، حسب مفهوم صاحب المنطق. فالفيلسوف يختلف عن العالم، وان كان هناك عشرات العلماء لكنهم فلاسفة. الشيء العجيب اللي انا لاحظته في الرسائل اللي درسها سواء ماجستير او الماجستيرات او الدكتور اللي حصلوا على دكتوراه، نسبة عالية منهم يقول لك ماجستير في الفلسفة واللاهوت، ماجستير في الفلسفة والعلوم، ماجستير او دكتوراه في الفلسفة والعلوم. ففي كمية من الناس بالشكل ده بتبقى بتفكر باسلوب الفيلسوف وبتفكر باسلوب العالم، وفي فقط بيفكر باسلوب الفيلسوف وفي فقط بيفكر باسلوب العالم. طب ايه الفرق بين الفيلسوف والعالم؟ والعالم، العالم الفيلسوف بيفكر بالمنطق والعقل، اللي هو واحد واحد يساوي اثنين. اما العالم بيستخدم التجربة، بيستخدم التجربة. ازاي؟ ندي مثال. زمان في العصور القديمة كان الناس والفلاسفة وغيرهم معتقدين ان الارض دي هي محور الكون، وان الانسان هو محور المخلوقات، وكل النجوم بتلف حوالين، كل النجوم بتلف حوالين الارض، الشمس بتلف حوالين الارض، النجوم بتلف حوالين الارض، والارض هي المحور الكل بيلف حواليها. لكن جه بعض العلماء عبر التاريخ استنتجوا العكس، ان الارض دي مش هي المحور، انما المحور هو الشمس، وان النجوم دي بتلف حوالين الشمس مش حوالين الارض. لحد ما جه العالم كوبرنيكوس، وهو من رجال الدين. الحقيقه نشكر ربنا ان العلماء اللي في البدايه معظمهم من رجال الدين، من رجال الدين الكاثوليك الرهبان، بصفه خاصه الرهبان، الرهبان الكاثوليك. فجه كوبرنيكوس قال يا جماعه لا، المساله مش كده، المساله ان الشمس هي اللي بتلف حول الارض. طبعا الناس لانها كانت متعوده طول عمرها تسمع ان الشمس هي اللي بتلف حول الارض، والشمس بتشرق من الشرق وتغرب من الغرب. ليه؟ لان الانسان بيبص لها بصه معينه، ايا كان المكان اللي هو فيه بيبص للمكان، بتطلع شرقه وتغرب غربه. فهو معتقد ان الشمس هي اللي بتلف حول الارض.
من الشرق إلى الغرب، من الشرق إلى الغرب. لكن لما جه كوبرنيكوس قال العكس، الدنيا اتقلبت عليه، فالراجل سكت. جه بعد منه بفترة جاليليو وهو أسقف كاتدرائية ضخمة، وأكد هذا الكلام بعد ما اخترع تلسكوب. التلسكوب ده بيكبر الحاجة كم مرة؟ 100 مرة، 200 مرة، 400 مرة، ممكن في الوقت الحالي يعدي 1,000,000 مرة. لكن ساعتها كانت حاجات بدائية، فاكتشف فعلا ان كلام كوبرنيكوس صح. فهنا هو استخدم التلسكوب وقاس بالتلسكوب وشاف بعينيه بالتلسكوب. ده العالم، او العالم يخش المعمل ويعمل تركيبة معينة. شوف نتيجتها ايه. يبقى الفيلسوف يشتغل بالعقل والمنطق، العالم بيشتغل بالتجربة. يفترض الاول افتراض، وبعد ما يفترض الافتراض يدخله التجربة، والتجربة هي اللي بتثبت اذا كان صح ولا غلط. من منطق الفلسفة نلاقي الكتاب المقدس على لسان القديس بولس الرسول بيقول لنا على شيء جوهري. كيف عرف الناس، كيف خلقت الأرض وما عليها ومن عليها؟ ازاي اتخلقت الأرض؟ الفلاسفة فكروا بعقولهم، العلماء اشتغلوا بالتجربة. احنا دلوقتي النهاردة وكم حلقة وحلقتين ثلاثة ثاني هنشتغل في رأي الفلاسفة. حسب رأي الفلسفة نبتدي بالقديس بولس الرسول. الفلسفة بولس الرسول هنا اللي هي فلسفة بالوحي، لأن بولس الرسول كان بيكتب رسائله وهو موحى إليه أو يوحى إليه، أو بيملي رسائله على تلاميذه اللي بيكتبوا زي تاكلا وسيلا وغيرهم، وهو محصور بالروح. فيقول لنا إيه عن الله؟ لأن أموره أمور الله غير المنظورة اللي مش متشافة، ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى النوم بالعذر. يعني أمور الله الغير منظورة إحنا بنشوفها منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. يعني إحنا شايفين ربنا من خلال مصنوعاته. يعني ايه من خلال مصنوعاته؟ ايه اللي يقصده القديس بولس الرسول؟ يقول لنا ايه؟ مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بالعذر. يعني ايه؟ يعني هنا لما يجي القديس بولس او الفيلسوف حسب كلام القديس بولس يقول لنا ايه؟ طب في شجر، في زرع، كيف وجد هذا الزرع؟ حسب الطبيعة العادية بيجي الفلاح بيجيب البذور بتاعة الزراعة اللي هيزرعها، سواء بذور قطن، بذور قمح، بذور شعير، بذور جرجير، بذور فيه، بذور فجل، بذور قطن، ايا كانت انواع البذور اللي بيزرعها، او في الاشجار بذور تفاح، بذور رمان، بذور، يعني حسب المزرعات. فبيجي الفلاح ياخد البذور دي بتزرعها فبتنمو. طب هنا في سؤال، من الذي اوجد البذره الاولى؟ مين اللي اوجد البذره الاولى لكل هذه المحاصيل؟ نلاقي في سفر التكوين قبل كده يقول لنا ان الله امر الارض انها تخرج نبات كل ثمر كجنسه. يبقى البذرة الأولى خلقها الله ووضعها في الأرض. البذرة الأولى خلقها الله ووضعها في الأرض وكبرت ونمت وبدأت تطرح بذور. يجي الفلاح ياخد الإنسان، ياخد البذور بتاعة هذه الأشجار أو هذه النباتات ويزرعها من تاني. السؤال الشهير اللي بيسألوه الفلاسفة، مين وجد أولا، الفرخة ولا البيضة؟ البيضة ولا الفرخة؟ احنا عارفين ان الكتكوت الفرخه بتبيض، الكتكوت بيجي من البيضه والبيضه من الفرخه، وبالتالي دايره البيضه من الفرخه
والكتكوت بيخرج من البيضة بيكبر ويبيض ويرجع تاني تخش نفس الدور. مين وجد أولا؟ دي سؤال محير للناس كلها. مين وجد أولا، البيضة أو الفرخة؟ نقول بمنتهى البساطة أيا كان الذي وجد أولا، إن الله لما أمر الأرض إنها تخرج طيور كل كجنسه، بصرف النظر بقى خلق الطيور وبعدين باضت ومن البيض بتاعها فقس وطلع منها طيور جديدة، وهكذا دورة مستمرة في كل حياة الطيور، دورة مستمرة لا تتوقف. هنا ما يعنيناش بقى الله خلق البيضة والبيضة فقست، ولا خلق الفرخة والفرخة باضت، ما يعنيناش. لكن يعنينا ان من اوجد البيضة او اوجد الفرخة اولا هي ما كانش في وجود، لان لما نقول الفرخة من البيضة والبيضة من الفرخة كويس، ما هي دايرة ما بتنتهيش، لكن هذه الدائرة لها بداية. مين اللي بدأ هذه البداية؟ يجي يتعلم يتأمل عقل المفكر، عقل الفيلسوف، يقول لك لا، في كائن عاقل، او حسب التصميم الذكي، في نظرية بيؤمن بها النهاردة آلاف العلماء اللي اكتشفوا فشل وسقوط نظرية داروين. فوجدوا ان وراء كل شيء مصمم. يعني ايه وراء كل شيء مصمم؟ وراء كل شيء مصمم، انا دلوقتي لما اجي اروح اشتري عربية ايا كانت ماركتها، في النهاية العربية مكونة من موتور وعجل وصاج بيغطيها ولا بيشيلها وكراسي ودريكسيون والهيئة بتاعت العربية دي كلها. لكن أيهما أعقد جزء في ده كله؟ الموتور. الموتور هلاقي جواه بقى سيور وتروس، وهلاقي جواه بوجيهات، وهلاقي جواه دينامو، وهلاقي جواه حاجات كتير كويس، هلاقي جواه حاجات كتير كلها راكبة مع بعضها، لو شلت منها واحد هتعطل. فده دليل على ان في حد ذكي صمم هذا الموتور. كان في واحد في القرن ال19 اسمه ويليام بيلي، ونتكلم عنه كتير، كتب كتاب اسمه لاهوت الطبيعة او اللاهوت الطبيعي. في اللاهوت الطبيعي قال ايه؟ هفترض دلوقتي انا ماشي في مكان قديم في صحراء، وانا ماشي لقيت حجر ولقيت تمثال منحوت نحت جيد. من الطبيعي اقول الحجر مرمي هنا بقاله الاف السنين، الريح نقلته، الهواء نقله، هو موجود ما اتنقلش مكانه، محدش لمسه. لكن التمثال ده استحالة يكون اتوجد من نفسه. ليه؟ لأن التمثال ده معمول مثلا، هنفترض تمثال رجل ليه دماغ راجل وعين راجل وده الراجل، ليه كل التفاصيل بتاعت الراجل. فاستحالة يكون هذا التمثال وجد بالمصادفة، أو الريح هي اللي نحتته، أو الزمن هو اللي خلاه بقى كده، من رابع المستحيل. راح جاب مثال تاني، المثال التاني أقوى. قال أنا لقيت حجر ولقيت ساعة. لقيت حجر ولقيت ساعة. الحجر والساعة، الحجر طبيعي أقول من الصحراء، أنا بقول الكلام ده هو كان موجود في الصحراء. مرمي في الصحراء لأن الصحراء مكونة من أحجار ورمال وغيره. ده شيء طبيعي. أما الساعة دي إيه اللي جابها هنا؟ أولا الساعة معمولة بتركيبة معقدة، جواها تروس وجواها زنبرك، جواها حاجات كتير جدا. إذا في حد مفكر عاقل ورا هذه الساعة،
والساعه دي خدها حد معين اشتراها وحاجه وكان معدي في المكان ده فوقعت منه. فالساعه دي بتدل على ان صانعها صانع ذكي عاقل. دي نظريه التصميم الذكي. فالفيلسوف بيبص بهذه النظره، نظره اللاهوت الطبيعي اللي هي ايه؟ الفرخه او البيضه ايا كان اللي بدات بيهم في البدايه، يا اما الله اوجد البيضه والبيضه فعست وجبنا الفرخه، او اوجد الفرخه والفرخه بدت البيضه والبيضه فعست. في كل الاحوال التوالد شيء طبيعي وموجود. ما نيجي للانسان مثلا، لو افترضنا جبنا خمس ازواج مش بيخلفوا وخمس ازواج تانيين بيخلفوا، وحطينا دول في جزيره وحطينا دول في جزيره، بعد فتره من الزمن الخمس ازواج اللي مش بيخلفوا هيموتوا ومش هيتركوا اثر، لكن الخمس ازواج اللي حطيناهم على جزيره تانيه خلفوا واولادهم بيتجوزوا من بعض وخلفوا واستمرت لحد ما اتملت الجزيره. بس السؤال هنا، مين اللي وضع هؤلاء الناس في الجزيره؟ هنقول هم راحوا برغبتهم، ماشي. طيب هم جم منين؟ يقول ابوهم وامهم خلفوهم، وابوهم وامهم خلفوهم منين؟ من اجدادهم واجدادهم. طب الجد الاول خالص اللي احنا بنسميه في الكتاب المقدس ادم، هنسيب ادم دلوقتي، هنقول الجد الاول خالص ايا كان. ما لو العملية متواصلة إلى ما لا نهاية هيبقى الإنسان أزلي ملوش بداية. لا، واضح كل شيء ليه بداية. فالفيصل يوسف يحسبها، يقول عند النقطة زيرو وجد رجل وامرأة، وجد رجل وامرأة والاثنين تزوجوا وخلفوا واولادهم خلفوا. هنرجع لقصه ادم مره اخرى. اذا هنا زي ما قال لنا بولس القديس بولس الرسول، لان اموره امور الله غير المنظوره، ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر. اذا هنا بالعقل ندرك ان كل شيء له بدايه. مين بدأ هذه البداية؟ نفس الوضع في قلناه في الطيور، قلناه في البني آدمين، قلناه في الزرع، نفس الوضع في الأسماك، نفس الوضع في كل ما يدب على الأرض. حتى نرجع إلى الكائن الوحيد الخليل، الخلية اللي هو الأميبا والبكتيريا أو اللي كانت في البداية خالص حسب رأي العلم. فهنا القديس بولس الرسول بيقول لهم، وبيقول الكلام ده في مجمع فلاسفة، بقول لهم يا جماعة أمور الله ظاهرة، أمور الله اللي انتم مش شايفينها ومش مدركينها، لا ده ظاهرة إذا منكم، ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية والأول. كويس، عشان كده أنا بحث علماء الفلك وعلماء الطبيعة وعلماء الكيمياء عن علة وسبب وجود هذه الكائنات الحية وغير الحية. الفيلسوف بطريقته تأملات والمنطق والعقل، العالم بطريقته اللي هو البحث والتجربة، كل واحد منهم بتجربته. كويس، العلماء بصوا للشمس للأرض، لقوا ان في مسافة معينة ما بين الأرض والشمس، المسافة دي لو بعدت لو زادت شوية وبعدت عن الشمس الأرض هتبرد وتتجمد ومش هيكون عليها حياة، لو قربت شوية من الشمس هتزيد الحرارة على الأرض ويحترق كل شيء فيها ومش هيبقى فيها مكان للحياة. إذا هي محطوطة بالمللي بحيث لا تتجمد وما بقاش فيها حياة ولا
ترتفع حرارتها ما يبقاش فيها حياة. إذن هنا محطوطة بالملي. هل ممكن تكون بالمصادفة كما يقول أنصار نظرية داروين؟ من ربع المستحيل ألاقي القمر عند الشمس، بين القمر وبين الشمس مسافة معينة، لو زادت القمر هينفرط عن الأرض، ولو قربت جاذبية الأرض هتسحبها وبالتالي هتنزل على الأرض هتدمر جزء كبير من الأرض وتضيع فايدتها، لأنها بالليل خاصة في الأيام اللي هي ممنوع أن نقول يوم 14 في الشهر القمري، أو لما بنقول قمر 14 تبقى القمر دي إيه بينعكس عليها ضوء الشمس، فتدي ضوء خفيف شوية إيه للأرض، للجهة اللي هي موجودة فيها، وبتقوم بعملية المد والجزر في البحار، وكل ده ليه الفوائد بتاعته. نلاقي الشمس مرتبطة بالمجرة، المجرة دي مجموعة ضخمة من المجموعات الشمسية أو النجمية، فيها كما يرى العلماء حوالي 300 مليار مجموعة شمسية زي المجموعة بتاعتنا دي. نلاقي المجرة دي مرتبطة بكل النجوم والشموس اللي فيها بنفس الطريقة بدرجة مساحة معينة. فهنا العالم يدخل ده تحت التجربة ازاي؟ يقول لك ايه، اصل هنا في حاجة اسمها قوانين الطبيعة. اوكي ماشي، في قوانين الطبيعة، من الذي اوجد قوانين الطبيعة؟ احنا لما بنحط قانون دلوقتي بيقترح وزير على مجلس الوزراء او مجموعة من اعضاء مجلس الشعب او البرلمان على البرلمان، ويناقشوا المشروع ويفلوه حتة حتة، وبعد الدراسة والاقتناع التام بأن الموضوع القانون هيأدي الهدف المعمول من أجله يطلع على رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، ويعتمد ويمشي. طيب الطبيعة فيها قوانين، في قوانين الجاذبية اللي بتربط الكواكب، مجموعة الكواكب بالشمس، واللي بتربط الأرض بالشمس، والجاذبية اللي تربط ما بين المجرة، هما بيبقى في قوتين، قوة دفع قوة جذب، والاتنين بيدوا دقة معينة للحفاظ على سلامة ده وده ده وده. قوة جاذبية قصادها قوة دفع أخرى عكسية، فالاتنين دي بيشدوا بعض يحطوا الكتلة أيا كان نوعها في توازن مظبوط في مكانها المظبوط. هي دي قوانين الطبيعة. فإذا كان عشان نطلع قانون على الأرض لازم يدرسه مع أعضاء البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية. طيب ممكن تبقى القوانين بتاعت الكون دي أوجدت نفسها؟ عشان كده نظرة الفلاسفة ونظرة العلماء قريبة نسبيا من بعضها. ليه؟ سبب بسيط جدا، لما اكتشفوا الأجهزة الحديثة، التلسكوب اللي النهاردة بيكبروها يعني آلاف بل ملايين المرات، اللي ببص في الكون ويجيب كل صور الكون وارتباطات المجرات ببعضها، وصور مساحة رهيبة من الكون، برغم ان مساحة الكون مساحة رهيبة، صعب جدا ان شيء في الكون يوصل لنهايته كده او كده او كده او كده، صعب. لكن شافوا مساحة كبيرة، ويعلم مستقبلا ممكن يعملوا ايه عشان يشوفوا مساحات اكبر. من هنا نلاقي للطبيعة قوانين، وزي ما في قوانين للبشر صانعها البشر
فقوانين الطبيعة من ربع المستحيل أنها تكون وجدت إيه؟ من نفسها. لكن بنيجي نمسك الكون ككل، نلاقي الكون ككل يبدأ من ذرة، والذرة تتشاف بالميكروسكوب. لقوا الذرة دي مكونة من الداخل من عناصر كتير جدا، زي تكوين المجموعة الشمسية بالظبط. بدأت بقى كبروها. طيب كيف وجدت هذه الذرة؟ بالنسبة للعالم هو دخلها المعمل بتاعه من خلال التلسكوب بتاعه. بالنسبة للفيلسوف شغل دماغه، ايه الذرة اللي بنشوفها ونكبرها بالميكروسكوب؟ ميكرو جاي من ميكرو، حاجة صغيرة، من ميكروسكوب اللي النهاردة بيوصل 5 مليون مرة. لما توصلوا اليها، ازاي دي التركيبة؟ مين اللي ركبها التركيبة؟ من ربع المستحيل تكون بالمصادفة. وهكذا نلاقي العالم بيخش بالتجارب، وهنا المعمل بتاعه التلسكوب. التلسكوب اللي هو بيشوف الحاجات البعيدة، والميكروسكوب اللي هو بيشوف منه الحاجات الدقيقة. الفيلسوف بيشغل عقله، بيشغل المنطق، واحد واحد يساوي اثنين. الأرض محطوطة قصاد الشمس، وفي درجة جاذبية معينة، لو شدتها ناحية الشمس أكثر هتتحرق، لو شدتها ناحية الشمس أبعد هتتجمد، وبالتالي مش هيبقى فيها حياة. فهي موجودة في المسافة اللي يبقى فيها حياة. مين عملها كده؟ بالنسبة للعالم بالتلسكوب شافها، وشاف إن ده قانون في الطبيعة من وجهة نظره. بالنسبة للفيلسوف بالعقل والمنطق، لا، حد ذكي أو مصمم ذكي عاقل هو من وضع هذه الجاذبية، ووضع الأرض بهذه الطريقة اللي لا تقرب من الشمس ولا تبعد عن الشمس. نكمل إن شاء الله في الحلقات الجاية. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. تصبحوا على خير، تصبحوا على نور المسيح.